هتهربي مني؟ اسمك ماري. مستعجل على الشغل. اسمك كده؟ سامعين عمرو دياب؟ تعالى. صباح الفل. مساء الفل. صباح الجمال. اسمك كريم ايه؟ عمر. احمد. الحاجة اللي ما تقدرش تستغنى عنها في حياتك. الحاجة اللي ما اقدرش استغنى عنها في حياتي. شعركم مثلا. طبعا. مراتي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ده قدامها ولا؟ لا مش قدامها. لو من وراها بر... لا استغنى عنها. لا مفيش. انا قلبي ميت. الانترنت. احنا بقى ليه؟ حياتي كلها عليه. المية والهواء. مية وهواء. وقعدة بحر. لا المية والهواء بس. مية. مية. المية. انت كائن مائي بقى. لا اكيد يعني دي حاجه في الحياه كلها غير المية. الاكل. الاكل غير الاكل. تعمك عبطنك يا مصطفى فيها. طيب مش عارفه والله حبيبتك. التليفون. ايه ده واحد صاحبك ولا حبيبتك؟ حبيبتك. انت مش عارف تتكلم مين يا عم؟ تقدر تستغنى عنها؟ لا لا والله. والله شيل الموبايل كده ثانيه. تقدر تستغنى عنها بذمتك؟ والله لا. لا بعدنا التليفون المصحف ابدا. الحقيقه. والله دي الحقيقه. النوم طبعا. بنام كتير. والمشت. لا الشوكه اهي. بص استنى اوريها لك. دي ما اقدرش استغنى عنها والله. والله ما بمشيش من غيرها. وانت ايه الشوكه بتاعتك؟ لا انا الشوكه بتاعتي زي بتاعته بقى. هي دي واحده. كوره. بتعرف تلعب كرة؟ لا والله. وريني حاجة كده. اوريك حاجة؟ مش عارف. في حاجة كتير مقدرش استغنى عنها. ازاي؟ القميص بتاع الراجل ده مثلا. لا طبعا استغنى عنه. انا عندي احسن منه. انت ايه؟ انا بقول لك عندي احسن منه. ده قميص تعبان ده. المسك. مقدرش استغنى عنها؟ امي طبعا. امي ابوي. لا والله. 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 امي. اكيد جايب لها القوطه والخيار تاني. لا ده للشغل. امي. لو ما كترت في التقرير ده والله. والله. غير امك. غير امي. اخواتي. هتدخل لي ابيه بقى ولا؟ اخواتك. غير اخواتي. انت طبعا حبيبي يا حوده. والله امي.